تنضم إلينا من رام الله دكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بك. أسعد الله مساءكم، تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني خليني أعرف من حضرتك وصفك للمشهد الحالي في قطاع غزة، خاصة في ظل هذه المباحثات للتوصل لتهدئة، وكأن إسرائيل يعني تريد أن تمارس جرائمها حتى اللحظات الأخيرة. صحيح، بالفعل يعني بعد تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن فيما يتعلق المقترح الإسرائيلي، وهو يعتبر مقترحا يعني معدلا، أو يعني هو عبارة إذا تحدثنا بكل واقعية هو مقترح مصري قطري أمريكي، ولكن إسرائيل تريد أن تنسب أن هذا مقترحا إسرائيليا، ولكن هذا المقترح جاء عبر إعلان من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من هدف. الهدف الأول وهو فيما يتعلق بالجمهور الإسرائيلي الأمريكي من أجل كسب الأصوات المتأرجحة بين بايدن وترامب، بالنسبة لبايدن يريد أن يحقق النجاحات في هذا الأمر. والرسالة الأخرى فيما يتعلق بالجمهور الإسرائيلي، الجمهور الإسرائيلي وهو بالتحديد نتنياهو يريد أن يضعه في زاوية من أجل تنفيذ هذا المقترح الذي هو يعتبر كما يتم الإشارة من قبل الإسرائيليون مقترح إسرائيلي، لكن بايدن يشير إليه أن المقترح آن الأوان إلى تنفيذ عرض الواقع. لكن ما نراه ميدانيا، ما نراه من معطيات تم الإشارة إليه من بن غفير وسموتريتش اليمين الأكثر تطرفا في الحكومة اليمينية الائتلافية، يوم أمس صرحوا أن هذه خطة هي خطة غير شرعية، لن نقوم بتنفيذها ولن يتم تعزيز يعني متطلبات أو عملية تنفيذ تصريح بايدن، وسوف يتم عملية انسحابه من اليمين المتطرف أو الحكومة الائتلافية. وهذا يعتبر تهديد بالنسبة لنتنياهو. تهديد لماذا؟ كون أن انسحاب أحد أطراف اليمين المتطرف هذا يعني سقوط حكومة نتنياهو، هذا يعني انتخابات مبكرة، هذا يعني ذهاب إلى محاكمات أفتقى. في ذلك نتنياهو من سوف يختار؟ هل يختار بن غفير أو سموتريتش، أم سوف يختار إلى تعزيز ثقته بين نتنياهو وترامب؟ أعتقد نتنياهو وبايدن، وأعتقد أن سوف يختار سموتريتش وبن غفير، كون أن كلا الطرفين هم صمما الأمان بالنسبة لنتنياهو لاستكمال مهامه في قطاع غزة. وحتى إذا تم تفكيك هذه الحكومة وإنهاء يعني مدتها مبكرا، ما هو الضامن بأن لم تأتي حكومة أخرى أكثر تطرفا؟ إذا تحدثنا بكل واقعية وبالعودة مرة أخرى لدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية في هذا النقاش، كنا نتحدث منذ قليل دكتورة تمارا عن وجه التشابه بين المقترح الأمريكي والمقترح التي تقدمت به الدولة المصرية في الجولة السابقة للتهدئة وإنهاء الصراع الفلسطيني، وإتمام أيضا جولات التهدئة. وخليني أعرف من حضرتك دكتورة تمارا، يعني إلى أي مدى حضرتك بتشوفي أن تقدم أمريكا بهذا المقترح يعكس التغير الكبير والواضح في موقفها في دعم إسرائيل، كيف أيضا يعكس إدراك أمريكا بشكل كبير للمشهد المحتدم الآن في الداخل الإسرائيلي؟ صحيح، بالفعل لماذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن تم التصريح عن هذا المقترح؟ هو نتيجة الضغط أيضا المصري. إذا تحدثنا بكل واقع هناك ضغط مصري وتواصل بين الرئيس المصري السيسي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن فيما يتعلق ترسيخ هذا المقترح أو عملية الإعلان عن هذا المقترح. المقترح الإسرائيلي هو ليس مقترحا إسرائيليا، هو عبارة عن نتاج وساطات مصرية قطرية أمريكية وبوجود الشباك الإسرائيلي والمساعد الإسرائيلي، لكن هو عبارة عن نتاج هذه المفاوضات التي كانت قبل عدة أشهر. لكن هذا المقترح حتى يضع بايدن نتنياهو في الزاوية، أشار أن هذا المقترح إسرائيلي،
ولكن هو مقترح نتاج المصريون وأيضا القطريون، يعني بمعنى هناك ضغط مصري بالإعلان عن هذا المقترح، وكأنه يريد أن يرسل رسالة للجمهور الأمريكي والجمهور الإسرائيلي بالتحديد الضغط على الشارع الإسرائيلي. بمعنى أنها رسالة موجهة من بايدن على الإسرائيليون بأن يضغطوا على بايدن بتنفيذ هذا المقترح، وكأن المقترح هو مقترح إسرائيل، وجاء والآن الأوان لتنفيذ هذا المقترح الذي هو نتاج كل المشاورات والمفاوضات السابقة. وأن الأمريكان الآن بات يتغيروا بالتحديد، الإدارة الحالية بايدن يريد أن يتغير من إدارته لأزمة إدارة الحرب على قطاع غزة، الآن يريد أن ينهي الحرب. لماذا يريد أن ينهي الحرب على قطاع غزة؟ تغيرت، هناك أصبحت تغيرات في المشهد السياسي القادم. أولا أصبحت الدول الأوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية، وهذا أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يرسخ مؤتمر السلام الفلسطيني الإسرائيلي، هذا يعني اعتراف بحل الدولتين، فبالتالي تريد أمريكا أن تسحب هذا البساط الذي بدأ، أن الملف الفلسطيني الإسرائيلي يسحب من الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الصين، وجود المؤتمر العربي الصيني الذي أشار إلى يجب أن يكون هناك ترسيخ مؤتمر السلام الفلسطيني الإسرائيلي، هذا ما أدى إلى قلق الولايات المتحدة الأمريكية بأن أصبح بات الاعتراف بحل الدولتين بات يصل إلى حالة 100%، وبقي فقط أن الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت الآن في حرج حقيقي أمام شعار حل الدولتين، والتي لا تمثله على الأرض أو الواقع، وإنما تتحدث عنه فقط حل فقط درء الرماد في العيون. فبالتالي أمريكا تريد أن تسحب هذا الأمر، أشارت إلى وقع لوقف إطلاق النار، لكن في نهاية المطاف بالفعل أن أمريكا في حرج الآن. لماذا في حرج؟ نتنياهو إذا لم ينفذ تصريح بايدن والمقترح الذي تم تقديمه، فإنه يحرج بايدن أمام الجمهور الأمريكي وأمام الرأي العام الخارجي، أن رأي أكبر رئيس للعالم الولايات المتحدة الأمريكية طلب من نتنياهو وأيضا لقادة اليمين المتطرف أن يقبل بهذا المقترح، لكن لا يوجد تنفيذ. فمن الذي سوف يحرج؟ هو بايدن، لكن هذا سوف يؤسس أزمة الثقة بين نتنياهو وبين بايدن، ليس في هذا فحسب، سيؤسس أيضا لعدم الثقة بين نتنياهو وأيضا الانقسامات الداخلية والمعارضة الإسرائيلية الداخل الإسرائيلي. فبالتالي أصبح هناك تغير. أيضا هذه معضلة الحرب في قطاع غزة استمرت، ونتنياهو شعر أنه لم يحقق الأهداف في قطاع غزة، قد ينظر إلى الجبهة الشمالية التي بدأت الآن تتحرك وتتوسع على أرض الواقع، فبالتالي بايدن يريد أن يقطع هذا الحل بالنسبة لنتنياهو، يريد أن يوقف الحرب حتى تتوقف الجبهة المساندة، وهي مثل حزب الله، كما أن حزب الله أشار لن يوقف هذه الجبهة إلا بوقف الحرب على قطاع غزة، خاصة وأنه هناك أيضا تصعيد في الجبهة الروسية، وهناك يعني تقدم بتحرز القوات الروسية في أوكرانيا، بما يستدعي خفض التصعيد في الشرق الأوسط، بالتأكيد مع تزامن هذا الاحتدام في الشرق الأوسط مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي هي أيضا على المشارف. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، على هذا النقاش.